قال: ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم وجميع أحكام الشهر من طلاق وغيره معلق به لعلمه أنه من رمضان. نعم. إذا رأى شخص الهلال رؤية بصرية ولكن لم يختم بشهادته لأمر من الأمور، لكن هو متيقن من رؤية الهلال فيعمل بيقين نفسه ويصوم هو وحده ولو لم يصم الناس، لأنه متيقن أن هذا اليوم من رمضان. وكذلك يلزمه ما علق على الشهر من طلاق أو عتق أو غير ذلك، لأنه متيقن من هذا الأمر. نعم. قال: أو رأى وحده هلال شوال. أما إذا رأى وحده هلال شوال ولم يره غيره، معلوم أن هلال شوال ما يكفي واحد، لازم من اثنين، وهو متيقن أنه هل شوال، ما يفطر في هذه الحالة، ما ينفرد عن الناس، ما يفطر، لأنه ما تم النصاب، نصاب الشهادة على انتهاء رمضان ما تم، فلا يعمل برؤيته وحده، إنما يصوم مع الناس، بخلاف دخول الشهر فإن النصاب واحد، شاهد واحد، وهو يعلم أنه من رمضان، فيختلف أول الشهر عن آخره، لأن أوله يكفي فيه واحد، أما آخره فلا بد من اثنين. نعم. أو رأى وحده هلال شوال صام ولم يفطر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي وصححه. الفطر يوم يفطر الناس، فلا يفطر وحده ويقول: أنا رأيت هلال شوال، لا يفطر، لأنه ما تكامل النصاب، لازم من شاهد آخر معه. نعم.